السكشن النهارده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الكومبنسيشن، تمام؟ يعني انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي سيستم او يعني لوب شغاله بطريقه معينه، وانا مش عاجبني الاسلوب بتاعها ده، مش عاجبني بقى من ناحيه فيز مارجن، مش عاجبني من ناحيه الايه الايرور ستيدي ستيت بتاعها، حاجات زي كده، تمام؟ فبالتالي عايز اعمل ايه؟ عايز احط لها حاجه هنا كده زي ما كنا بنعمل في الكونتينوس، عايز احط كومبنسيتور بحيث ايه يظبط لي اللوب دي بحيث انها تتصرف ايه؟ كفيز مارجن او ايرور ستيدي ستيت او كده بشكل معين، تمام؟ او ستيب ريسبونس يعني وكده، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنبدا ايه؟ احنا السكشن هنحل فيه مسالتين، تمام؟ مساله عن الايه؟ مساله عن الليد ومساله عن اللاج، تمام؟ يعني غالبا مش هنجيب يعني ايه؟ غالبا في المنهج ما يعتبرش عندنا لاج ليد، احنا عندنا لاج وليد، تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ احنا عايزين يعني الاول هنمشي كده مع المساله، يعني هناخد مسالتين زي ما قلت، المساله الاولانيه هنحلها باللاج والمساله الثانيه هنحلها بالليد، ونشوف احنا ليه حلينا دي بكده ودي بكده، تمام كده؟ طيب انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ طيب اول ما تشوفها هتقع، يعني هو سهل، تمام؟ طيب انت عندك هنا ايه؟ انت اولا كده كده انت اصلا بتحط بول وزيرو وحركهم زي ما انت عايز، يعني فاهم؟ يعني انت هتحط بول وزيرو ويعني ايه؟ شوف كده ايه الفاليو اللي تجيب لك اللي انت عايزه، تمام؟ معلش ثانيه واحده، ماشي عايز تعمل كده اعمل كده، بس زي ما قلت لك لما ترجع بعد كده وتحطه على الماتلاب هتلاقي فيه فرق. لا انا بقول لك يعني انا بسهل عليك يعني فاهم، اصل انت الاناليتيك هتلاقي ان هي للاسف كمان فيها ايه، فيها هتلاقي كتير لو انت جيت تحولها اصلا تجيب لها الزد ككلوزد لوب كاوبن لوب قصدي، ما تضرب الاثنين في بعض هتلاقي ان هي تيرمات كتير كده جنب بعضها، فانت هتقعد هتتعب نفسك في ان انت بتعمل الكومبنسيتور على ايديك يعني. انما بول والزيرو انت هتحط بول وهتحط زيرو وهتلاقي ان انا بحرك ده في الاتجاه ده بيقلل لي الفيز مارجن، لما بحرك ده في الاتجاه ده هيزود لي الفيز مارجن، فهوصل منه كده اللي انا عايزه، تمام؟ لا انت الموضوع ابسط من مش محتاج اربعه، تمام؟ لا لا دي اسهل من كده، تمام؟ طيب احنا عندنا هنا بقى ايه البروسيس بتاعتنا اللي هي ايه اللي هو البلوك اللي انا عايز اظبطه هو ايه؟ 1 ماينس اي باور ماينس تي اس على اس في كي على اس بلس 1 في اس بلس 5، تمام؟ الكي دي اصلا ما كانتش موجوده، انا بس هحطها عشان عايز اظبط الايه؟ الايرور ستيدي ستيت، تمام؟ عايز اقلل اكتر حاجه ممكن تتجاب للايرور ستيدي ستيت ده، تمام؟ طيب هو اصلا السيستم ده اللي قدامي ده هو ده تايب ايه؟ لا تايب زيرو، لان 1 ماينس اي بار ماينس تي اس على اس دول بيعملوا ايه؟ الزيرو اوردر هولد عشان في سامبلر، فدول كده بيعملوا لي زيرو اوردر هولد، صح؟ فانا لو جيت ابص بقى فعليا انا هلاقي ان انا عندي ايه؟ تايب زيرو سيستم بس، صح؟ فبالتالي لو حطيت له ستيب هيبقى عندي ايه؟ فاينايت ايرور ستيدي ستيت، صح كده؟ انا عايز بقى اجيب اقل ايرور ستيدي ستيت ده ممكن، يحصل الكلام ده امتى؟ عند اكبر كي ممكنه في نفس الوقت ما تكونش ايه ضربت الايه؟ الاستابيليتي، صح؟ فانا دلوقتي ايه هو بيقول لي ان انا عايز اعمل اللوب دي بحيث ان انا عايز اجيب فيز مارجن اكتر من 50 ديجريز، تمام؟ وايه عايز اقلل اكتر حاجه ممكنه في الايرور ستيدي ستيت لو حطيت يونت ستيب، وعايز برضه الاوميجا جي سي تكون ايه اصغر من 5 راديان بير سكند. كلام جميل، ماشي. كعادتنا دايما بنعمل ايه؟ عايزين دايما احنا عايزين في مسائل الكومبنسيشن دي نعمل ايه؟ عايزين نرسم السيستم بعد ما نحط له الايه الكي دي، صح؟ عشان انا دلوقتي حطيت دي اسهل حاجه تتجاب في الاول الكي دي عشان تظبط لي الايه الايرور ستيدي ستيت، صح؟ فانا حطيت الكي اللي تظبط لي الايرور ستيدي ستيت، بدات بعد كده ابود السيستم، صح؟ بدات اشوف دلوقتي هو عنده فيز مارجن قد ايه؟ جيم مارجن قد ايه؟ حاجات زي كده، اوميجا جي سي بكام؟ اوميجا بي سي بكام؟ صح؟ بعد كده ابدا بقى اشوف ايه المفروض الكومبنسيتور اللي استعمله عشان يظبط لي الايه؟ السيستم اللي كان عندي ده، صح كده؟ يبقى انا يعني ايه انا ممكن ارسم برده قبل ما احط الكي، بس قصدي مش هي دي اللي انا هعمل عليها الكومبنسيشن، لان انا لسه لما احط الكي ده هي ايه؟ هيقلل الفيز مارجن وكده، صح؟ لان ايه الكي عمل ايه؟ رفع الكيرف لفوق، صح؟ لو هو اكبر من واحد يعني هو تيبيكال هيبقى كده، طيب؟ فانا عليت الايه؟ عليت الكيرف لفوق، فبقيت دلوقتي ايه؟ والكيرف الفيز ما لمستوش، صح؟ لان انا حطيت كي بس، فالاوميجا سي طلعت قدام، فلما الاوميجا سي طلعت قدام قربت اكتر من الاوميجا بي سي، فقلت لي الايه؟ فيز مارجن. دي حاجه طبيعيه يعني بتحصل ده، صح كده؟ طيب المهم بدات اجيب ايه؟ الاوبن لوب اوف زد بتاعتي، لقيت ايه؟ ان هو الزد بتاع الكلام دوت كده، صح؟ وايه يونيتي فيدباك، فبالتالي ايه واحد عادي مضروب في واحد، صح كده؟ فبالتالي قلت ايه هو عباره عن ايه كي في زد ماينس 1 على الزد في الزد بتاع، ما انساش ان انا هجيب اس بقى المره دي، بس مش بسبب الاس اللي كانت موجوده، لا ده بسبب الايه الزيرو اوردر هولد، صح؟ فبقى كام؟ واحد على اس في اس بلس 1 في اس بلس 5. هل ده معناه ان ده كده تايب 1 سيستم؟ لا ده تايب 0، بس الاس دي جايه بسبب الايه الفكه بتاعه ال1 ماينس اي باور ماينس تي اس على الاس، صح كده؟ حتى لما نيجي نشوفه في الزد هتلاقي ما عندوش زد ماينس 1 في الايه في المقام. فكينا بقى الحاجه دي وصل لنا في الاخر ان هو بيساوي كي في رقم في زد عندي 0 وعندي 2 بولز، صح؟
طبيعي لان عدد البولز هنا من الاول كان كام؟ كان 2 صح؟ والاس دي مالناش دعوه فيها، لازم يفضل ايه عدد البولز والزيروز ما بيتحركش. تمام؟ ايه؟ فين لا ما احنا قلنا الاس ده جاي مع الوان نسيبها ماينس تي اس. تمام. لا ما ده لسه بقى ده في الدبليو. لا انت حتى انت كنت بتحل قبل المتر كان بيبقى عدد البولز والزيروز اللي في الاس زي عدد البولز والزيروز في الايه؟ في الزد، ما عملناش حاجه صح؟ فاضل لي بقى دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ ان انا عايز ان انا اجيب الكلام ده ده كلام جميل وكل حاجه بس الزد دي اي باور ايه اس تي صح؟ لو جيت اسويب الفريكونسي اللي هي فوق دي فهتبقى في الاكسبنشن هتتعبني صح؟ فبالتالي قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنروح للدبليو دومين صح؟ لو هنعمل البايلينير ترانسميشن. لا الزيروز مش شرط ان هي يعني انا ماشي يعني اقول لك تاني عدد البولز في الاس والزد لازم يفضل زي بعض انما الزيرو لا الزيرو لا تمام الزيرو دي هتظبط تاني لما نيجي نحول من الزد نحول من الزد للدبليو هو ده اللي هيكون عدد الزيرو زي بعض بس هزود واحد وعدد البولز يفضل زي بعض تمام هنشوف ليه الواحد الزياده ده بيجي تمام يبقى انت عندك هنا ايه الجي اوف دبليو جبته بقى ازاي قلت ان الجي اوف دبليو ده عباره عن ايه هبدا اعوض اشيل كل زد واحط مطرحها ايه 1 بلس دبليو تي على 2 على 1 ماينس دبليو تي على 2 حين ان تي ده هو طبعا ايه السامبلنج تايم تمام كده او هي بالظبط ان انا ايه ما ده باي لينير ترانسفورميشن الناحيه الثانيه بتاعته ايه الدبليو بيساوي 2 على تي في زد ماينس 1 على زد بلس 1 تمام كده انا هستخدم مين دلوقتي انا عايز استخدم دي عشان عايز اشيل الزد واحط مطرحها ده صح كده قدامي طريقتين عشان اعمل كده يا اما ان انا اقوم شايل كل زد واحط مطرحها الاكسبريشن ده كده واشيل كل زد واحط مطرحها الاكسبريشن ده هتلاقي الدنيا ايه كبيره شويه صح سواء بقى عدد البولز زاد عدد الزيروز هتلاقي نفسك عمال بتعاني صح الحل الثاني بقى ان انا اعمل ايه الحل الثاني ان انا اشتغل بشكل سمارتر شويه اقوم قايل ايه اقول ان انا هجيب دلوقتي الجي اوف دبليو ده على هيئه ايه على هيئه ان هو كونستانت اللي هو جين وزيروز وبولز صح هاجي اقول دلوقتي الكونستانت اللي هنا ده هقوم قايل ان هو دلوقتي مثلا اسمه كي دبليو واللي كان هنا قبل كده كان اسمه ايه؟ كان اسمه كي في الرقم ده كده صح؟ دلوقتي انا هسميه كي دبليو دلوقتي رقم تاني تمام؟ البولز بقى البولز هفرض ان هم ايه مش انا عندي هنا السيستم سكند اوردر يعني ايه؟ هو سكند اوردر يبقى تو بولز يبقى لازم يفضل لي برده التاني هنا ايه؟ تو بولز تمام؟ طيب وكان في زيرو في الزد صح؟ لو انا عملت التبديله اللي هي بتاعت الزد بيساوي كذا دي هيطلع لي برده في زيرو تاني في الدبليو صح؟ عشان كده قلنا ان عدد الزيروز ايه؟ هيبقى هو بس هنزود واحد جاي بسبب ايه؟ جاي بسبب ان انت عدد البولز لو اكتر من الزيروز هتلاقي ان انت عندك الترم يعني ايه؟ لو انا شلت الزد دلوقتي دي حطيت مطرحها القوس ده كده الاكسبريشن ده وشلت هنا برده وشلت هنا مش انا دلوقتي لما اضرب اللي تحت دول واطلعهم فوق هيطلع لي في واحد زياده؟ واضحه دي ولا مش واضحه؟ فده اللي بيجيب لي من مين؟ من اللي هو 1 ماينس دبليو تي على 2 ده هو ده اللي بايه؟ بيطلع لي من تحت اللي تحت يطلع فوق صح كده؟ مقام المقام يطلع فيطلع لي هنا ايه 1 ماينس دبليو تي على 2 اس كام اس الفرق ما بين البسط والمقام لو هما الاثنين ساووا بعض يبقى انا ساعتها مش هيبقى عندي حاجه لان كل الايه اللي فوق طاروا مع كل اللي تحت صح لو انا بقى عندي المقام اكبر بواحد يبقى في واحد هيطلع فوق لو اكبر باثنين من البسط هيطلع اثنين وهكذا بقى تمام فيبقى اذا هيبقى ايه يبقى انا عندي 1 ماينس دبليو تي على 2 موجود اس كام 2 ناقص 1 تمام وعندي هنا ايه 1 ماينس دبليو على دبليو اي تمام 1 ماينس دبليو على دبليو بي 1 ماينس دبليو على دبليو سي يعني يبقى انا عندي ايه فارض انا عندي دلوقتي 2 بولز عن دبليو بي ودبليو سي وعندي ايه 0 عن دبليو اي تمام كده لحد دلوقتي ما عملناش حاجه صح طيب انا برضو ايه يفضل ان انا ابقى حاطط الصوره بتاعتي على هيئه ايه 1 ماينس دبليو على دبليو 1 ماينس دبليو على دبليو 1 ماينس دبليو على دبليو مش دبليو ماينس على دبليو ماينس دبليو ماينس ليه عشان ايه دي حاجه والحاجه الثانيه ان عشان كمان لما اجي اجيب الايرور كونستانس كمان حاجه بسيطه لما اجي اعوض في الايه في اللي هنا دي بعوض فيها بايه؟ ان ليميت لما دبليو تندس تو زيرو للجي اوف دبليو زي ما كنا بنعمل في الاس صح؟ الاقي ان انا عندي الترمات دي كلها ايه؟ وحايد 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 ويتبقى بس الراجل ده. تاني ما احنا لسه هنجيبها دلوقتي عشان نعرف نجيب الكي دبليو ده. خلينا واحده واحده ماشي. عايز اجيب دلوقتي الدبليو اي ده اللي هو الزيرو تمام؟ طيب هو كان عندي هنا ايه؟ كان زيرو في الزد فترجم لزيرو في الايه؟ في الدبليو صح كده؟ جيت اجيبه بالايه بقى؟ ما هي دي دبليو في الاخر الدبليو بيساوي كام؟ اي دبليو هو عباره عن 2 على تي في الزد المناظر ليه ماينس 1 على الزد المناظر ليه زائد 1 صح كده؟ فقمت قلت يبقى الدبليو اللي هنا ده عباره عن ايه؟ 20 دي اللي هي 2 على تي عشان تي 0.1 تمام؟ فقمت قلت ايه 20 في بدات اعوض بقى الزد بتاعي بكام؟ الزيرو فين اصلا؟ مش زد بلس 0.818 ده ايكوال زيرو يبقى الزد هو مين؟ نيجاتيف 0.818 صح؟
ماشي. في إيه واحد اسود خلاص انا هطلع بره. ما تعرف ما بنزلش هنا حبيبي ما اعرفش ايه خلاص. ماشي تمام. انا كنت كلمت عم عبد الحميد بس هو ما كانش موجود. هو مش موجود. عايز قلم ايه؟ واحد اسود واحد ازرق. حاضر شكرا. طيب يبقى دلوقتي احنا وصلنا لايه؟ ان انا عندي ال 20 بدات اعوض بالزد اللي هي مين؟ ماينس 0.818 صح كده؟ بعد كده ماينس 1 على ماينس 0.818 بلس 1 تمام؟ طلع لي في الاخر ان الراجل ده فين؟ ماينس 200.9. احنا هنا بنقرب طبعا يبقى ماينس ايه 200 يعني مش لازم الاكيرسي. احنا الدنيا فيها ابروكسيميشنز قد كده يعني تمام؟ ايه؟ لا مش يعني مش لازم. لا ده هو لو كان ما هو لو كان ماينس 199.9 كنت اقول ماينس 200 برضه. انا بقرب يبقى رقم يعني ايه كويس لما اجي احطه على اللوج سكيل يعني. ممكن والله بس يعني انت ليه انت هيفرق معاك ايه الواحد ده؟ طيب ده كده اللي هو ايه ده كده الدبليو اي تمام. طيب عايز اجيب بقى مين؟ عايز اجيب الدبليو بي. الدبليو بي ده جاي من ناحيه ايه؟ بول صح. مناظر لمين برضو؟ زد ماينس 0.9048 ده ايكوال 0 يبقى الزد عند كام؟ 0.9048 نفسه تمام. جيت عوضت برضو 2 على تي اللي هي 20 وعوضت زد ماينس 1 على زد بلس 1 طلع لي الراجل ده فين؟ ماينس او ماينس 1 تمام. جيت برضو ايه الدبليو سي نفس الكلام 20 وعوضت عن ايه؟ ال 0.6065 دي طلع لي بكام؟ ماينس 4.89 قربتها ماينس 5 تمام. طيب وده ايه دلوقتي؟ انا كده جبت الايه الحاجات دي كلها والراجل ده برضو انا عارفه لان دبليو تي على 2 ما دي دبليو وتي على 2 ده رقم صح. هو لا يعني فين فين ده انت قصدك؟ انا ما قربتش هنا. انا خدت دول زي ما هم. انا قربت بعد ما عملت اللي هو البول فين في دبليو بس. انا ما قربتش هنا حاجه صح. انا خدت البول والزيرو دول زي ما هم. انا 0.818 و0.9048 و0.6065 ودخلت بيهم في الثلاث المعادلات دول. انا قربت بس بعد ما عملت الدبليو دي صح ولا ايه؟ مجمع معانا ولا لا؟ انا بعد كده بقى الدبليو طلع لي بماينس 0.999 قلت ده ماينس 1 ماينس 200 بوينت مش عارف كام قلت ما ده ماينس 200 بس. انا ما قربتش قبل انا عملت بعد. طيب يبقى انت عندك ايه دلوقتي؟ احنا جبنا الايه فاضل لنا بس مين؟ الكي دبليو ده. اني معادله اللي بنعوض فيه ماشي. ما هي دي تحويله الدبليو اصلا. انا دلوقتي عندي حاجه في الزد عايز امابها لحاجه في الدبليو صح. فايه التحويله اللي بتوديني ان الدبليو يساوي 2 على تي في زد ماينس 1 على زد بلس 1 صح. فقمت قلت ايه في عندي زد هنا عايز امابه للدبليو فعملت له مابينج وده نفس الكلام وده نفس الكلام. عشان كده كنا بنقول موضوع البولز والزيروز والكلام ده تمام. طيب فاضل لي بس دلوقتي مين اللي هو الكي دبليو ده صح. عايز اجيبه منين بقى؟ اللي هي ايه بقى؟ ليه بنعمل كده؟ عشان الايرور ستيدي ستيت بيفضل زي ما هو صح؟ مش فارق انا باصص له اس ولا زد ولا دبليو ولا الكلام ده كله، الايرور ستيدي ستيت واحد في كل الحالات صح؟ فبالتالي انا عندي دلوقتي حاجه ايه في الدبليو هنا وحاجه في الزد صح؟ هقوم قايل ايه؟ انا دلوقتي مين في الايرور كونستنس بس الوحيد اللي هيبقى مفيد؟ الكي بي ولا الكي في ولا الكي ايه؟ الكي بي بس صح؟ لان الاثنين التانيين هيدوا لي ايه؟ لا الايرور ستيدي ستيت بانفينيتي. فيبقى ايه بقى الكيهات هي اللي بكام؟ هي اللي بزيرو تمام كده؟ يبقى انا مش هستفاد بس غير بمين؟ غير بالكي بي بس. ماشي شكرا. يبقى انا مش هستفاد بس غير بمين؟ مش هستفاد غير بالكي بي. في الكي بي قلت ايه؟ ليميت لما دبليو تندس تو زيرو للجي اوف دبليو لان ده زيه زي الكونتينيوس بالظبط صح؟ بقوم حاطط ايه الليميت بتاعي دبليو تندس تو زيرو للجي اوف دبليو او ليميت لما دبليو تندس تو زيرو للدبليو جي اوف دبليو او دبليو سكوير جي اوف دبليو صح كده؟ والناحيه الثانيه بتاعت الزد بقوم عامل ايه؟ ليميت لما زد تندس تو 1 للجي اوف زد ده بالنسبه لمين؟ للتايب 0 صح؟ لو على يبقى زد ماينس 1 على تي. هي اصلا زد ماينس 1 على تي كل اس التايب. فانت لما كنت زيرو كل ده خلاص طار. لما بقى واحد بقى واحد لما بقى اثنين بقى ايه؟ تمام كده؟ المهم لما عملت الليميت ده طلع لي في الاخر ايه؟ ان الكي دبليو اللي واقف هنا ده بيساوي كام؟ 0.2 كي. هنا دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لك ان انت فارض البولز على هيئه 1 ماينس 1 ماينس 1 ماينس دي علشان لما تيجي تقوم ايه الليميت لما دبليو تندس تو 0 للجي اوف دبليو كل دول يبقى ايه؟ واحد 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 ما فاضلش غير مين؟ الكي دبليو صح؟ عشان ايه بقول دبليو تندس تو 0 فكل التمانيه تمام؟ الثانيه بقى كانت هيتبقى لك ترم تاني مش هي الثانيه كانت هتبقى دبليو ماينس دبليو اي دبليو ماينس دبليو بي دبليو فانت هتطير الدبليو هات بس يفضل لك ماينس دبليو اي وماينس دبليو بي وماينس دبليو.
طيب المهم دلوقتي بقى وصلنا في الاخر خالص للايه؟ للجي اوف دبليو ده كده دلوقتي معايا صح؟ هنا بقى كتبنا ان هو ايه بالارقام يعني 0.2 كي 1 ماينس دبليو على 20 1 بلس دبليو على 200 1 بلس دبليو على 1 1 بلس دبليو على 5. الدبليو دي بالظبط كانها ايه؟ كانها جي اوميجا برضه لانها شبه الاس صح؟ لو انا عايز ارسم فبالتالي هيفضل برضه نفس الكلام اللي انا عايز ابص على الايه نفس القوانين بتاعت البود زي ما هي لان انا عايز ابود الحاجه الزيرو بيطلعني 20 دي بي بير ديكيد البولي ينزلنا 20 دي بي بير ديكيد والايه ونفس الكلام برضه الحاجات دي ليها فيز لان الدبليو ده يعني كومبلكس يعني كانه ايه جي اوميجا صح؟ ده انا عايز ارسمها هنا كده تمام؟ طيب احنا هنا بقى ايه انا فاضل لي دلوقتي ان انا عايز اجيب ايه مين الكي ده اصلا؟ انا عايز اجيب الكي ده اللي هو يخلي لي مينيمم ايرور ستيت ستيت صح؟ يبقى اجيبه ازاي؟ اقول ان الكي ده كي ماكسيمم هيجيب لي ايرور ستيت ستيت مينيمم صح؟ ممكن ابص له دلوقتي من ايه؟ يا اما ابص له في الزد يا اما ابص له في الايه؟ في الدبليو. لو بصيت له في الدبليو اطبق عليه انهي كرايتيريا؟ راوت لان دي زيها زي الاس كونتينيوس صح؟ لو بصيت له في الزد ابص عليه من بصه ايه؟ مين اسهل طبعا؟ جوري ازاي؟ يعني خلينا في راوس صح؟ تمام. طيب خلينا نبص عليه من راوس فروم دبليو عملت الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي اللي هي بكام؟ 1 بلس جي اوف دبليو صح؟ لان انا ما عنديش ايه فيدباك، الفيدباك بواحد صح؟ يبقى 1 بلس جي اوف دبليو ايكوال زيرو تمام؟ بدات اعوض كتبت 1 بلس جي اوف دبليو دي ايكوال زيرو يعني كتبت ده كده زائد ده طلع لي في الاخر بيساوي كام؟ الكوفيشنت جنب اوميجا سكوير واحد تاني جنب اوميجا واحد ايه؟ فري تيرم عادي جدا تمام؟ راوس لما بيكون حاجه سكند اوردر كده بيبقى الكونديشن ايه؟ الكوفيشنز كلها تبقى ايه؟ بوست بوست تمام؟ عشان اعرف الاقي ان الايه ان الروتس بتاعتي كلها مرميه فين؟ في الليفت اوف بلين تمام؟ ده بالنسبه للراوس السكند اوردر بيبقى كل الكوفيشنز بس انما يكونوا ايه بوستيف لو كان ثيرد اوردر يبقى انا عايز يكونوا بوستيف وعايز الانر برودكت يبقى اكبر من الايه؟ الاوتر برودكت. طيب انا دلوقتي جيت ايه اجيب بقى الكوفيشنز دي واقول ان هي تبقى اكبر من زيرو. من هنا وصلت ايه؟ ان كي اصغر من 4000، هنا وصلت ان كي اصغر من 133 وثلث، وهنا وصلت ان كي لازم تبقى اكبر من ناقص 5. تمام كده؟ طيب بدات ايه؟ اقول ان كده كي اكبر من ناقص 5 واصغر من 133 وايه؟ وثلث، تمام؟ هاخد مين طبعا؟ 133 وثلث دي، صح كده؟ طيب وصلت في الاخر ان ايه؟ لما ضربتها بقى وصلت في الاخر خالص للجي اوف دبليو بتاعي بكام؟ 80 على 3 في 1 ماينس دبليو على 20 و1 بلس دبليو على 200 و1 بلس، يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ 0 عند 20 0 عند 200 بول عند واحد وبول عند خمسه، صح كده؟ ومعايا الايه؟ جين من الاول خالص كده. تمام. انا دلوقتي جبت الكي اللي انا عايزه، صح؟ دلوقتي ممكن ارسم بقى البود للسيستم ده عشان اشوف الفيز مارجن بتاعه ايه ودنيته ايه واشوف المفروض استعمل كومبنسيتور عليه ازاي. واضحه كده؟ طيب جيت ارسم البود بلوت بتاع السيستم زي دوت. هبدا بايه؟ انا طيب زيرو، صح؟ فبالتالي هبدا بلاين ثابت مش بيتحرك، صح؟ بناقص 20 دي بي ولا حاجه. بدات بايه؟ رقم ثابت، الرقم الثابت ده بكام؟ لا الطيب بيتاخد من الاوبن لوب. طبعا. الكلوز لوب ليها دعوه بالترانزيانت ريسبونس والاستابيليتي. تمام؟ الاوبن لوب هي اللي ليها دعوه بالايه؟ بالايرور ستيدي ستيت وان انا لو عايز ابوت حاجه. تمام؟ واضحه؟ عشان كده لما كنا بنبص في الكلام ده واحد ما بيتحركش في حاجه ما اتغيرش تمام؟ عشان كده كنا دايما بنبص في ايه؟ في الاوبن لوب انا لسه ما قفلتش اللوب هنا لما بصيت في الاوبن لوب لما قلت لك ده تايب كام بغض النظر عن ان دي اس تبع ال1 ماينس اي بار ماينس تي اس بس لو ده كان اس في الاوبن لوب يبقى ده ساعتها معناه ان ايه خلاص ده كده تايب 1 ولو معناه ان انا عملت له هنا ستيب هلاقيه ايه صفار لي الايه الايرف صح واضحه ولا مش واضحه طيب يبقى انا دلوقتي عندي هنا ايه وفي البوت طبعا ده بيبقى من الاوبن لوب يعني ده حاجه اكيد صح لان في ناس احيانا في البروجكت بتسلم بعد كده البود وهي عامله بود لحاجه كلوزد لوب فبيطلع طبعا حاجه يعني ايه؟ يعني مش موجوده خالص، فيز مارجن بارقام مش منطقيه، كل حاجه بارقام مش منطقيه خالص، تمام؟ السنه اللي فاتت يعني. طيب دلوقتي ايه البوت بلوت؟ دلوقتي احنا عندنا هنا ايه؟ بدات برقم كونستنت، تمام؟ ده الرقم ده بكام؟ 20 لوج 80 على 3، صح كده؟ وبقيه الترمات دي كلها كانت لسه الايه دبليو صغيره فكل الترمات دي لسه مش بتكونتريبيوت معاها حاجه، صح؟ كلها مديها واحد واحد واحد. فقمت خدت منها ايه؟ 20 لوج 80 على 3، طلع لي الرقم ده كده، تمام؟ بعد كده اول حاجه طبعا انا بدات احط الايه الارقام المهمه بالنسبه لي على الكيرف صح اللي هي كام في الحلقه دي انا يهمني كام يهمني 1 و5 و20 و200 صح كده بدات ايه جيت فضلت ثابت عند الواحد جيت عند الواحد لقيت عندي ايه بول صح يبقى هنزل بكام ناقص 20 ناقص 20 دي بي بدي كده هنا طبعا احنا مش بنرسم سيمي لوج ولا حاجه احنا بنرسم بس ايه سكتش فبقعد اتمشى مع المعادلات
عشان تجيب لي الارقام اللي بتوصل الحاجات دي ببعضها. ماشي، جيت عند الواحد بدات انزل بناقص 20 دي بردكيت، وانا بادئ من كام؟ 28.52 دي، صح كده؟ هاجي عند دلوقتي كام؟ هاجي عند 5 الاقي في عندي ايه؟ بول تاني، صح؟ طيب هاجي عند 5 يبقى عندي بول، يبقى انا اكيد هنا هتكسر، هنا كنت ناقص 20، هنا بنزل كام؟ ناقص ايه؟ 40. عايز اجيب النقطه دي، كان معايا النقطه دي بكام؟ 28.52، صح؟ اكتب دي بقى ازاي؟ اقول 28.52 زي y equal mx كده بلس c، صح؟ معادله الخط المستقيم عادي. انا عايز اجيب النقطه دي، اقوم قايل انها بتساوي كام؟ 28.52 اللي هو ده ناقص 20، لان ده ايه؟ لان ده اللي هو السلوب بتاعي مضروب في الايه؟ في الاكس بتاعي اللي هنا ده، صح؟ بس الناقص 20 دي كانت دي بي بير ديكيد، يبقى انا عايز اشوف الاكس ده بالايه؟ بالديكيد هو كمان، صح ولا ايه؟ طيب ديكيد حاجه يعني ايه؟ لوج اسمتهم على بعض، صح؟ حيث مثلا لو كان عندي 10 و10 كام ديكيد ما بينهم؟ لوج 10 على 10 اللي هو لوج الواحد بزيرو، مفيش حاجه. 10 و100 لوج 100 على 10 اللي هي لوج ال10 بكام؟ 1، يبقى في ما بينكم ديكيد، تمام كده واضحه؟ يبقى انا جبت النقطه دي ازاي؟ قلت ناقص قلت 28.52 ناقص 20 لوج 5 على 1. واضحه كده؟ ايه؟ 28.52 اهو ناقص السلوب كان كام؟ 20 دي بي بير ديكيد، يبقى انا عايز ايه؟ كام ديكيد هنا؟ اللي هو كام؟ لوج 5 على 1. تمام كده؟ ده هيجيب لي الايه؟ هيجيب لي النقطه اللي هنا دي اللي هي 14.54 دي، تمام؟ بعد كده انا هبدا انزل بكام؟ ناقص 40، لان انا جبت بول تاني عند الخمسه، صح؟ عايز اجيب بقى دلوقتي مين؟ الاوميجا جي سي دي. دي اسمها ايه؟ سميتها اوميجا جي سي اولد، صح؟ هي اوميجا جي سي لان عندها كيرف الماجنتيود هيساوي 0 دي بي. وهي اولد لان ده كده قبل الكومبنسيشن، تمام كده؟ النقطة دي اجيبها ازاي؟ قلت ايه؟ النقطة دي انا جبتها زي ما قلنا من المعادلة دي، فجبت 14.54. فاضل لي دلوقتي عايز اجيب النقطة دي الفريكونسي عندها بكام؟ اكتب نفس الايكويشن ما عنديش غيرها. هقوم قايل ايه؟ هقول ان هي دلوقتي 14.54 دي ناقص 0، تمام؟ ايكوال كام؟ 14 ناقص 5 دي ناقص 0، ايكوال 40 لوج اوميجا جي سي اولد على 5. تمام كده؟ هي لو قلت ايه؟ ان 0 ايكوال 14.54 ناقص 40 لوج الايه؟ اوميجا جي سي اولد على كام؟ على 5. صح كده؟ اعمل شيفت سولف على الاله عادي، او اقعد استفرد باللوج واوديه ال 10 اس والكلام ده كله. بس طبعا ايه، وانا بعمل شيفت سولف احاول ان انا ايه اسهل الموضوع على الكالكوليتر. فهم قايل له ايه؟ ان انا متوقعها تكون فين؟ هي اكيد اكتر من 5 اقل من 20، صح؟ بالظبط كده مثلا ايه، تمام. فانت يبقى عندك هنا ايه؟ حطيتها في سؤال؟ تمام. فجيت اجيب ايه الاوميجا جي سي اولد، لقيتها طلعت بكام؟ 11.55 راديان بير سكند، تمام كده؟ طيب بس هو عايز كام؟ هو عايز الاوميجا جي سي بكام؟ 5 راديان بير سكند. طيب دلوقتي انا قدامي بقى ايه؟ طريقين، صح؟ انا عايز دلوقتي بفكر هستعمل ليد ولا استعمل لاج؟ لاج، صح؟ ليه؟ الليد بيعمل ايه؟ الليد عايز يعمل ايه؟ الليد عايز يحرك الاوميجا جي سي لقدام، صح؟ فبالتالي هي دلوقتي اصلا ب 11، حركها قدام ازاي؟ انا عايزها تبقى ب 5، يبقى انا عايز ايه؟ ما ينفعش الليد. ما انا ساعتها بغير برضو في الفيز، بحرك برضو الاوميجا جي سي معاه، بس اللي بكسبه من هنا اكتر من بكسبه من هنا. فهمت الفكره؟ هنا بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا اصلا عايز الاوميجا سي ترجع، لان هي اصلا السيستم زي ما هتشوف كمان حاجه بسيطه كده، احنا متوقعين بس من الاول كده السيستم ده يطلع ستيبل ولا انستيبل قبل اي حاجه ما نكمل. ايه؟ مش سامعك. ليه؟ لا لا، طب ما انا ممكن اوصل لان الجين لما اوصل ل 180 هيكون الجين نزل عن الزيرو دي بي. هو اي 2 بول سيستم مش ستيبل، صح؟ بس لما اوصل ساعتها قول لي بقى. ايوه بالظبط كده، انا حاطط الكي بحيث يجيب لي ايه؟ ايرور ستيدي ستيت اصلا مينيموم. انا حاطط اعلى كي، انا لو حل كل حاجه اكزاكت بما يرضي الله المفروض يطلع لي الفيز مارجن بكام بالظبط؟ صفر، صح؟ ليه؟ لان السيستم بتاعي ايه؟ المفروض ان كريتيكال ستيبل، ده انا حاطط الكي اللي يظبط لي ده على الايدج بتاع الاستابيليتي من راوث، صح كده؟ فانا متوقع اصلا انا حل كل حاجه اكزاكت يطلع لي الفيز مارجن المفروض بزيرو كبير كده، صح؟ هنشوف بقى الكلام ده ايه في الفيز مارجن لما نيجي نحله برضه، هنشوف بقى السيستم. طيب يبقى دلوقتي بس احنا وصلنا لان انا مش هينفع استعمل ليد، صح؟ وهستعمل لاج. ليه؟ عشان زي ما قلنا ان الاوميجا جي سي ايه دلوقتي انا عايزها ورا اصلا، مش تنفع ان انا ايه لو سويت ليد هطلعها قدام اكتر، صح كده؟ طيب دلوقتي لو انا جيت ابص على ايه كيرف الفيز مارجن، انت غالبا يعني لما تلاقي ان السيستم انستيبل كده يبقى انت غالبا محتاج ان انت تجيب له ايه؟ لاج. او لو هو الفيز مارجن بتاعه قليل قوي كده، ده خلاص ده كده غالبا هتلاقيه لاج،
تمام. الليد بقى بيبقى لا يعني ايه فاهم ان انت عندك ايه سيستم مثلا جايب فيز مارجن زي ما هنشوف المساله بعدها مثلا جايب 35 ولا حاجه وانت عايز يجيب كام 50 مثلا فاهمني. فانت غالبا ده كده بتستعمل فيه ليد صح. تعالي مساله البروجكت كانت حاجه زي كده صح يعني ما هو ما انا لسه طيب يا دلوقتي ايه يبقى احنا دلوقتي وصلنا لايه عايزين بس ننجز عشان نلحق نحل مساله ثانيه اللي هي بتاعت الليد تمام. طيب لو انا جيت بقى احل ايه لو انا عايز احل عايز ابص على كيرف الايه الفيز بقى انا عملت دلوقتي الايه الجين عايز ابص على كيرف الفيز ايه البوينتس المهمه بالنسبه لي الواحد يبقى مهم امتى بوينت 1 و10 صح والخمسه يبقى بوينت 5 50 وال20 وال200 نفس الكلام واحد ديكيد قبل واحد ديكيد بعد صح وكل واحد بيجي بيحط لي ناقص 45 ديجري بير ديكيد صح ويجمع على الايه السلوبس اللي كانت موجوده قبل كده. فانا دلوقتي ابتديت من بوينت 1 نازل بكام؟ ناقص 45 صح؟ لحد ما وصلت لكام؟ 0.5 لقيت البول الثاني عايز يبدا يظهر التاثير بتاعه صح؟ فبدات انزل بايه؟ ناقص 90 صح؟ اي برضو بوينت هنا على الكيرف ده نفس الكلام مش هي ناقص 45 دي برضو ديجري بير ديكيد يبقى انا عشان اجيب مثلا نقطه زي دي اقول ايه؟ اقول هي هنا كانت بكام؟ هي هنا كانت بزيرو صح؟ ما كانش عندي اي فيز وبعد كده ناقص 45 ديجري لكل ديكيد فعندي كام ديكيد هنا من الاثنين دول؟ لوج 0.5 على 0.1 صح كده؟ هي بالظبط بس هنا كنت بعمل ناقص 20 وناقص 40 وناقص 60 هنا بعمل ناقص 45 وناقص 90 وناقص 100 وايه؟ 35 تمام؟ جيت لقيت ان انا عندي في المنطقه دي بقيت بناقص 90 لما جيت عند 2 دي ايه اللي حصل؟ 2 دي بقى ايه اللي حصل عندها؟ محتاجه تركيز شويه دي ليه بقى؟ ايه؟ بيدي بالماينس صح؟ بالظبط كده واضحه ولا مش واضحه؟ انا دلوقتي عندي زيرو في الظروف العاديه واحد زي ده كده ده دي الظروف العاديه ان يكون 1 بلس دبليو على ايه بحيث ان زيرو يكون في ايه في الليفت اوف بلين ده بيبقى عادي صح. اولا برضه عشان نكون متفقين اي زيرو سواء رايت بلين رايت هاف بلين او ليفت اوف بلين بيعلي الماجنيتيود اي بول سواء ليفت اوف بلين او رايت هاف بلين بيقلل الماجنيتيود دي حاجه اكيد لان هو ده في البسط وده في المقام فمش محتاجه ايه تفكير كتير صح. لكن بالنسبه للايه بالنسبه للاشاره تختلف ليه لان في واحد فيهم بيدي لي ما انا لو جيت ابص على الاكسبريشن ده ككل بالتان انفرس تمام ده في البسط فعايز يديني ايه بلس وتان انفرس بس للاسف اللي جوه ده هو نفسه اللي ده ماينس صح فتان انفرس حاجه بالنيجاتيف طلعت لي بالايه ماينس بار واضحه دي ولا لا ده برده حاجه في البسط فهو بلس للتان انفرس بس دبليو على ال 200 فده تمام مفيش مشكله الراجل اللي تحت ده عباره عن ايه هو في المقام فبالتالي لازم بعمل له ايه ماينس تان انفرس واقسم ده على ده فيطلع لي والتاني يبقى ايه برده ماينس تان انفرس واقسمه على بعض واضحه كده هو ده بصراحه ده اوبن لوب يعني ستيل ممكن يبقى عندك بول ستيل يقفله بالظبط فما يبقاش ايه هربان قوي يعني ما يبقاش جامد في الليفت في الرايت هاف بلين بحيث ان انا ايه اعرف لما اقفل عليه اللوب ارجعه شويه. احنا خدنا مساله زي دي كده في سنه ثالثه بس يعني انتوا ايه تقريبا نسيتوا يعني هي كانت كده بالظبط كان البول موجود في فين؟ موجود في الاوبن لوب موجود في الرايت هاف بلين بس لما قفلت عليه اللوب ما كانش طبعا جامد وما كانش خارج كتير رجعته تاني في الايه؟ ليفت هاف بلين تمام كده؟ طيب المهم يعني دلوقتي ان انا ايه؟ دلوقتي انا وصلت لايه؟ ان انا زي ما اتفقنا كده قلنا طيب دلوقتي بقى انا عندي مين اكتر ترم مؤذي في الترمات دي؟ ايه؟ ترم مؤذي. لا مفيش كده طب يعني سيستم ستيبل مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه؟ الزيرو ده اكتر واحد مؤذي. ليه بقى؟ ده اللي هو اسوء حاجه في الدنيا بيزود لي الجين ويقلل الفيز صح؟ يعني يا ريتك يعني فاهم؟ يعني ده بيعمل ايه؟ بيزود الجين تمام؟ بيزود الفيز تمام؟ ده بقى بيعمل ايه؟ بيقلل الجين تمام كل حاجه لكن الراجل ده بيعمل لي عكس اللي انا عايزه خالص ده بيزود لي الجين وبايه؟ بيقلل الفيز صح كده؟ فلما يزود الجين كده بقى عايز يخلي كمان الاوميجا جي سي ايه؟ تروح كده قدام اكتر صح؟ صح؟ لان هو ايه؟ قرب يعني رفع الكيرف عايز يرفعه شويه صح؟ في نفس الوقت في الفيز نزله فانت بتعمل ايه؟ تمام كده؟ طيب دلوقتي يبقى انا عندي هنا ايه؟ انا عندي وصلت في الاخر لايه؟ دلوقتي عملت دي ناقص 45 دي ناقص 90 جيت انا عند الاثنين ده لقيت ان هو ايه؟ بالنسبه لل لقيت عند الاثنين دي عندي ايه؟ تمام فقمت ايه ناقص 135 دي تمام كده؟ وبعد كده هنا دي ناقص 180 وهكذا حلو كده؟ طيب ماشي بعد كده بقى ايه؟
ايه؟ في حد بيقول حاجه؟ ماشي. بعد كده عايز اجيب بقى الفيز عند الاوميجا جي سي، وعايز اشوف برضو الايه؟ الاوميجا بي سي نفسها. تمام؟ اجيب الاوميجا بي سي ازاي؟ والله اعلم هي شكلها هتبقى في المنطقه اللي هنا كده دي، صح؟ في اللي هي هنا اصلا ايه اللي حصل؟ عند ال10 دي، عند ال10 دي انا لقيت عندي ايه؟ لقيت عندي الواحد ده خلاص، صح؟ يبقى خلص الايه؟ ال2 دي كيدز بتوعه. فانا كنت نازل بناقص 135، فبقيت نازل في المنطقه دي بايه؟ ناقص 90. لو جيت تحل عند المنطقه اللي هنا دي كده، ان النقطه دي ناقص 85.64 وناقص 135 للمسافه ما بين الديكيد، يعني انا عايز دلوقتي اجيب النقطه اللي هنا اللي عندها تجيب ماينس 180، تمام؟ هتطلعي تقريبا عند ال10 بالظبط. ده معناه ان الاوميجا بي سي اصغر من الاوميجا جي سي، مش ستيبل، صح؟ برضه هيبان لي اكتر من ايه؟ طب ما خلاص، ما انا لما ازود هنا كده شويه واجي احل عند الاوميجا جي سي هيطلع لي طبعا الفيز مارجن ايه؟ هيطلع لي رقم اصغر، يعني ناقص 186 مثلا ولا حاجه زي كده، صح؟ اللي هو بقى ايه؟ بقى خلاص، ما لو زودت عليه 180 يفضل لي برضه ايه؟ ناقص 6. فلو جيت حليت بالطريقه دي، قلت ان فيز مارجن اولد بقى بكام؟ 180 زائد الزاويه عند الاوميجا جي سي اولد طلع لي بكام؟ ناقص 5.63. ده حلو كده؟ طبعا ده ايه؟ انستيبل. ايه؟ ما هي دي، هي دي، بس هنا انا حللها بالايه؟ هنا انا حللها بالكيرف. لما جيت هنا عند النقطه دي وقمت زودت، يعني لما جيت وقفت عند النقطه دي وقمت قلت ايه؟ ايه النقطه اللي تجيب لي الماينس 180؟ فهمت قصدي؟ هنا بقى انا عملتها ايه؟ هنا عملتها لو جيت احلها اكزاكت، واحنا الفيز مارجن بنحله اكزاكت، تمام؟ هو مش اكزاكت قوي، يعني هو اكزاكت من خلال ان انت بتقول ايه؟ ان انت بتقول 180 زائد الزاويه عند الاوميجا جي سي اولد، وتجيب الزاويه عند الاوميجا جي سي اولد دي نفسها بالتان انفرس والتان انفرس وكده. فين بقى الحته اللي مش اكزاكت؟ لانها اوميجا جي سي نفسها، صح؟ عرفت بقى ان هي فعلا مش بالظبط قوي عشان تضحك انت، ها؟ طيب يبقى اذا هنا ايه؟ احنا بن يعني ايه، فاهم؟ بنمشي حالنا يعني. تمام، كله في الماتلاب في الاخر. طيب عندك هنا 180 زائد الزاويه دي، الزاويه دي اجيبها ازاي بقى؟ الزاويه دي عباره عن ايه؟ الراجل ده بالبوزيتيف، صح؟ فبالتالي ما بيجيبليش ماينس 180 ولا حاجه، مفيش اسات ولا اي حاجه هنا، الاسات دي كانت بتجيب لي على طول ايه؟ لو موجود اس واحد يجيب لي ناقص 90، اس تربيع ناقص 180 وهكذا، صح؟ والترمات دي زي ما قلنا ده في البسط فيبقى زائد وتان انفرس، بس هنا في ناقص تان انفرس جوه تطلعها بره وهكذا. فلاقيني وصلت ايه؟ 180 ناقص تان انفرس دبليو على 20 زائد تان انفرس دبليو على 200 ناقص تان انفرس دبليو ناقص تان انفرس دبليو على 5، واحل الكلام ده كله عند كام؟ عند الاوميجا جي سي ايه؟ اولد، صح؟ هيطلع لي الكلام ده بكام؟ نيجاتيف 1.65 ديجري. ده جاي بسبب ايه؟ هو ده المفروض كان يطلع كام بالظبط؟ زيرو، صح؟ التقريبه البسيطه دي جايه بسبب الايه؟ حته الاوميجا جي سي اللي قلناها دي. تمام كده؟ تمام، احنا كده وقفنا، فاضل لنا بس دلوقتي ان احنا ايه؟ نحط بس الكومبنسيتور نفسه، تمام؟ اوميجا جي سي اولد جبناها من هنا، بس جبناها عن طريق الايه؟ اللوجز دي، صح؟ فدي فيها شويه ابروكسيميشن، فعشان كده ما جاتش الاوميجا جي سي ايه؟ ما جاتش اكزاكت، تمام؟ والله عايز تجيب الاوميجا جي سي اكزاكت، اعمل ايه؟ حل دي اكزاكت، صح؟ وشوف امتى تساوي الايه الواحد، بس خلي بالك ان ده ايه؟ يعني ده كومبلكس، الدبليو دي كومبلكس، ما تحلش ده كده، الدبليو دي اللي هي جي اوميجا، صح؟ وابدا اشوف بقى الجذر والمهم والجذر والمهم وهكذا، صح؟ وبعد كده الكلام ده كله اسويه بالواحد واقوم مربع الكلام ده. واضحه ولا مش واضحه؟ طبعا ده ايه؟ ده طلع اسوء ليه؟ ده طلع ابعد من الزيرو، لان ده فيه ابروكسيميشنين، ده فيه ابروكسيميشن بتاع الاوميجا جي سي اولد نفسها، وفي الابروكسيميشن بتاع ان انا عمال بايه؟ صح كده؟ عمال بجمع عليهم اللي هي الزاويه دي نفسها وانا بجيبها. وانت بتشتغل ايه؟ انت المفروض لما تيجي تجيب الفيز مارجن هتجيبه اكزاكت، هتجيبه بالطريقه اللي بنعملها دي. هتحتاج دي في حاجه دلوقتي زي ما هتشوف كده، ان هو ان انت عايز ايه؟ عايز هتشوف الكومبنسيتور، ان انت مثلا عايز تدور على نقطه معينه تبدا، يعني هتشوفها دلوقتي في الجزء الثاني. تمام؟ لما نيجي نحط الكومبنسيتور نفسه هتحتاجه برده، بس مش بعنف قوي زي الايه؟ لما تحتاج الفيز مارجن لما تيجي تحله اكزاكت. تمام كده؟ طيب. خلينا بقى نكمل المسألة. طيب احنا كنا وصلنا لفين؟ كنا خلصنا هنا كده، جبنا ان ايه؟ ان الفيز مارجن قلت، صح؟ عايزين نحط الايه؟ الكومبنسيتور، صح كده؟ طيب دلوقتي احنا قلنا ان احنا نستعمل ايه؟ مش هينفع نستعمل ليد، صح؟ هنستعمل بداله ايه؟ لاج كومبنسيتور. طيب
دلوقتي هاجي ايه اول حاجه هفرض اللاج بتاعي هو قال ان هو جي دي ده اللي هو الايه الكومبنسيتور بتاعي عايز احليه بعد كده في الديجيتال كومبنسيتور تمام يبقى الجي دي اوف دبليو ده بيساوي كام هو ما عنديش غير فورمه واحده للكومبنسيتور 1 بلس تاو دبليو على 1 بلس تاو الفا دبليو بس بقى الالفا مره تبقى اكبر من واحد مره تبقى اصغر من واحد صح ما دام الالفا اكبر من واحد يبقى ده كده لاج لو الالفا اصغر من واحد يبقى ده كده ليد تمام بناء على ايه الالفا دي هتحدد لي مين اللي هيجي الاول البول ولا الزيرو فلو الزيرو جه الاول بعد كده البول يبقى ده اسمه ليد لو الزيرو ثم البول يبقى ده ليد لو العكس يبقى اذا ده الايه ده اللاج تمام لو الزيرو الاول زيرو بعد كده ايه بول بعدين يبقى ده كده اسمه ليد عادي صح لانه هيزود لي في الفيز تمام كده طيب دلوقتي بقى ايه انا عايز اشوف دلوقتي انا دلوقتي بقول لك ان انا هستعمل اللاج ده والالفا ايه اكبر من واحد تمام إيه لو جيت بقى بص على الايه ده الكومبنسيتور ده البوت بتاع الكومبنسيتور بس بيعمل ايه بقى بيبقى هو احنا قلنا ده لاج فهيجي البول الاول هو كانش مدي حاجه الاول بعد كده جه بول فنزل بناقص 20 دي بي بير ديكي بعد كده جه الزيرو فخلى الايه اللي رجع الماجنتيود الثاني ايه الاسلوب يبقى زيرو ثاني تمام كده طيب بالنسبه بقى للفيز بالنسبه للفيز عمل ايه كان في الاول برضو ثابت وبعدين هنا ده بول جه عند بوينت 1 منه اللي هو قبليه يعني بديكيت صح بدا ينزلني بكام ناقص 45 ايه ديجري بير ديكيت صح اسيوم دلوقتي فور سمبلست يعني ان الاثنين دول كانهم بعاد عن بعض شويه فبالتالي انت ايه هتخلص 90 تك قبل ما نبدا ايه 90 بتاعتي تمام الا غير كده هيبقى برضو هي بس قصدي ان هي هتبقى ايه مكعبله شويه على الرسم يعني تبقى بالظبط كده تمام فانا جيت ايه جيت عند هنا قلت ايه ده بوينت 1 على الفا تاو صح مش انا عندي البول فين عند واحد على الفا تاو والزيرو عند واحد على تاو تمام فانا هبتدي عند بوينت 1 على الفا تاو وانهي كل حاجه عند كام 10 على تاو صح كده بعد ده بديكيد وقبل من ده بديكيد هبتدي نزلت من هنا كده بنايس ايه 45 ديجري بير ديكيد بتاعتي بعد كده ايه لو الاثنين دول بعض عن بعض هوصل في منطقه كده هبقى انا ايه ثابت صح كده وبعدين واحد الراجل ده عند واحد على تاو فيبتدي من عند بوينت 1 على تاو يبدا يطلع صح ويخلص في الاخر خالص عند كام 10 على تاو صح كده طيب دلوقتي انا لو استعملت الكومبنسيتور دوت لو انا استعملت الكومبنسيتور دوت انا عايز احدد الاوميجا جي سين بتاعتي النيو هتبقى فين صح هل في اي حكمه ان انا احط الاوميجا جي سين نيو بتاعتي في المنطقه دي يعني عملت ايه طب ما انت كده جيت قللت لي الفيز اصلا صح كده هي يعني دي مش حاجه كويسه يبقى انا الحل الوحيد ان انا في اللاج ده احط الاوميجا جي سي نيو بتاعتي فين بالظبط اللي هي ايه 10 هنا كده عند 10 اتاو كده يبقى انا كسبت ايه الفيز ما تاثرتش لان الكومبنسيتور خلاص نزل وطلع تاني خلص حاجته صح لكن كجين كسبت بقى اللي هو الايه شويه اللي انا نزلتهم دول صح كده يبقى انا بالظبط كده يبقى انا عملت ايه يبقى انا كده خليت السيستم يبقى ايه مور ستيبل عادي تمام ايه مش سامع كانك صغرت الجين بس ما عملتش حاجه من ناحيه الفيس دي لان انا اخترت الاوميجا جي سي النيو بتاعتي عند نقطه الكومبنسيتور ما اداليش فيس تاني فيها فبقيت واخد نفس الفيس بس بتاع مين؟ البروسيس صح كده؟ بس انا ما اذيتهاش بفيس بس في المقابل قللت لها الجين طب ما كنت اختار جين بكي برقم صغير من الاول عشان الستيدي ستيت ده ما بيأثرش في الستيدي ستيت صح كده؟ ده في الستيدي ستيت لما احط له الدبليو تندس تو ايه؟ دبليو تندس تو كام؟ زيرو الراجل ده هيديلي ايه؟ واحد صح؟ فده ما بيأثرش عند ناحيه الايه؟ الفريكونسي الستيدي ستيت صح كده؟ ده بيأثر لي بس في الفريكونسي ريسبونس بس انما الكي ده موجود طول الوقت صح كده؟ فما ينفعش ان انا كنت اختار كي قليل. طيب المهم يعني دلوقتي ايه؟ بدأت بقى ايه؟ ماشي يبقى انا دلوقتي عارف ان الاوميجا جي سي نيو بتاعتي لما اجي احطها عند 10 على تاو صح كده؟ طيب دلوقتي انا بقول لك ايه الاوميجا جي سي نيو بتاعتي انا عايز اعمل ايه اصلا؟ انا عايز اختار اقوم قال ان هي الزاويه النقطه اللي انا بدور عندها بايه؟ انا عايز اخلي الاوميجا جي سي نيو دي عند 10 على تاو دي حاجه بايديا صح؟ بس انا اصلا عايز اخليها تبقى ايه؟ بالظبط كده صح كده؟ فانا هبدا اختار ادور لي في الكيرف بتاع الفيز القديم عند نقطه الفيز بتاعها يخلي لي كده شايف الفيز مارجن اللي انا عايزه. واضحه دي ولا مش واضحه؟ تاني انا دلوقتي الكيرف بتاعي ده مش بيأثر في حاجه في الفيز بتاع الكومبنسيتور لان انا مختار الاوميجا جي سي نيو بتاعتي عند كام؟ 10 على تاو صح؟ كده بس فاضل لي ان انا ايه اخلي ان دي اصلا فعلا تبقى ايه؟ عندها الفيز ما هي تبقى اوميجا جي سي يبقى الفيز اللي عندها دلوقتي هيبقى كام؟ هيبقى هو ده اللي اقرب منه الفيز مارجن. واضحه ولا مش واضحه؟ ما هي اوميجا جي سي.
فبالتالي انا عايز ان انا دلوقتي اجيب اخلي الفيز عندها بيساوي كام؟ لو الفيز عندها سوى ماينس 125 ده معناه ان هو بيساوي كام؟ ده معناه ان انا مدي فيز مارجن كام؟ 55 ديجريز. تمام؟ 50 ديجري هو طالبهم و5 ديجري انا حاططهم ايه؟ سيفتي فاكتور. واضحه دي ولا مش واضحه؟ بمعنى اصح دلوقتي، بمعنى اصح تاني، انا دلوقتي هدور على الكيرف اللي عندي، عند زاويه، عند فريكونسي عندها الفيز ماينس 125 ديجري. مش لو انا خليت الزاويه دي بقت هي دي الاوميجا جي سي، ده معناه ان انا جبت فيز مارجن اللي انا عايزه؟ ايه؟ بقى طبعا الكومنسيتور محطوط، بس انا دلوقتي بدور على ايه؟ الكيرف القديم. نقطة فيه كانت عندها الفيز ماينس 125 ديجري. كده ده هيخلي لي الايه؟ لو انا خليت دي اوميجا جي سي، مش ده كده هيقول لي ان ده كده بقى الفيز مارجن ب 55 ديجريز؟ اللي هي 55. تمام؟ يبقى كده هيبقى ايه؟ كده هيبقى الفيز مارجن بكام؟ 55 ديجريز. 50 هو عايزهم و5 ديجري انا حاططهم ايه؟ سيفتي فاكتور. انا كان ممكن ادور على نقطة عندها الفيز ماينس 120. وكده يبقى انا كاني بقول ايه؟ ان هم 60 ديجريز، 50 هو عايزهم و10 انا حاططهم سيفتي فاكتور. صح برضه؟ تمام؟ طيب المهم بس النقطه دي واضحه، هي دي اصلا ده مفتاح اللاج، يعني هو ده كده خلاص انت شفت النقطه دي كده خلاص انت بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. انا دورت على نقطه فريكونسي في الاوب في السيستم اللي كان قبل كده عنده فيز ناقص 125، لو خليت ده بقى الاوميجا جي سي كده يبقى انا ظبطت الفيز مارجن ريكويرمنت بتاعي. صح كده؟ واضحه؟ طيب جيت بقى ايه ادور على الفريكونسي اللي عندها الفيز ماينس 125 دي. تمام كده؟ فاكر الحته اللي قلت لك ممكن تحتاج فيها الكيرف؟ صح؟ هرجع هنا بقى تاني عايز ادور على نقطة ممكن عندها يكون ايه؟ الفيز بكام؟ ماينس 125 ديجريز. الراجل ده جايب لي ناقص 85 والراجل ده جايب لي هنا ماينس 180 لأن أنا حليته قبل كده لما جبت عنده الايه؟ الأوميجا بي سي نفسها. تمام؟ يبقى ما بين الاثنين دول هيحصل الزاوية اللي هي كام؟ ماينس 125. صح؟ يبقى قوم قال ايه؟ ناقص 85.64 ناقص 135 لوج اوميجا جي سي نيو على 2 بيساوي كام؟ ماينس 125. واضحه؟ كده انا جبت الاوميجا جي سي نيو بتاعتي. حلو جدا كده؟ بس دي كده الاوميجا جي سي نيو بتاعتي اعمل فيها ايه؟ بالنسبه للكومبنسيتور اساويها بال10 على تاو ده. يبقى انا كده جبت الكومبنسيتور بحيث يخلي لي ان الايه؟ ال10 على تاو بتاعتي تخلي لي الاوميجا جي سي هي النيو هي دي. واضحه كده؟ اكزاكت احنا بنحل كده يعني دي كده الطرق الايه زي ما قلت لك شويه اكزاكت وشويه تقريب اكزاكت بقى اكزاكت بقى طبعا الدنيا كلها تكون بقى ماتلاب للكنترول زي الكيدنس كده الالكترونكس الحاجات ما هو بالظبط اه بس انت ايه انت ممكن برضو تحل الاكزاكت بس انت هتعرف بقى يعني ايه هيبقى عندك ما اصل المشكله ان انت هيبقى عندك ساعتها تان انفرس حاجات كتير وانت مش عارف تحط استيميت للاوميجا للكالكوليتور ايه يعني قصدي دايما يعني في الاخر على حسب ما الدكتور هيقول لك يعني فاهم يعني انت على حسب انت المفروض زي ما قلت لك الدنيا بس وبعد كده الكيرف ده سهل برضو انت مش بتعمله بصعوبه ده انت بتجيب بس نقطه ناقص 10 لوج ناقص 145 لوج ناقص 90 لوج تمام المهم ان انا جبت دلوقتي الايه لما دورت في الكيرف ده على الزاويه دي تمام الاوميجا سي نيو دي ساويتها بالاكسبريشن ده طلع لي الاوميجا سي نيو بكام 3.914 راديان بير سكند طلعت اقل من 5 اللي هو كان ايه طالبها تمام كده يبقى انا في السليم في الناحيه دي تمام طيب جيت بقى ايه حطيت الاوميجا سي نيو دي بكام 10 على تاو عشان استفاد بالكومبنسيتور ده زي ما قلنا ان فيز يكون خلص في نفس الوقت ايه خدت منه النص اللي انا عايزه عادي تمام الاوميجا سي نيو بكام 10 على تاو جبت منها التاو تمام فاضل لي كده اجيب مين بس الالفا صح طيب فاضل بس حاجه واحده ان دلوقتي الاوميجا سي نيو دي دلوقتي انت بتقول ان هي دي دلوقتي اللي عندها الايه الفيز مارجن اللي حققه لي صح فاضل لي بس حاجه واحده ان دي تبقى اوميجا سي اصلا صح؟ يبقى عايز انها ايه؟ اشوف هي الماجنتيود كان عندها بكام؟ وادي له انا عكس الكلام ده، بحيث ان انا كده خليتها بقت هي ايه؟ اوميجا جي سي بالعافيه. واضح؟ تاني هو دلوقتي كان في اوميجا جي سي كان في فريكونسي ما عندها فيز بماينس 120 او ماينس 125 تمام؟ قلت ان هي دي اللي تجيب لي الفيز مارجن اللي انا عايزه. ماشي بس هي مش اوميجا جي سي. انا عايزها تبقى اوميجا جي سي نفسها عشان يبقى ساعتها عرفت اقرا منها الفيز مارجن. صح كده؟ فرحت شفت الجيم بتاعها واديته الايه؟ اديت الماينس بتاعه. تمام كده؟ ودي لازمه الايه؟ دي لازمه اللاج ان هو بقى بيديلي الماينس بتاع الجين اللي كان موجود ده. صح كده؟ فقمت قلت ايه؟ قلت عند 20 لوج واحد على تاو على واحد على الفا تاو اللي هو بكام؟ 20 لوج الالفا ده اللي انا ايه لازمه واحد على تاو واحد على الفا تاو ده؟ دي اللي هي النص اللي انا خدتها، صح؟ مش انا هنا كده، مش انا هنا كنت زيرو؟ هنا انا خدت كام؟ هنا انا خدت زيرو ده ناقص 20 لوج كام؟ ده على ده كده، صح؟ فطلع لي بكام؟ ده كده اللي هو ايه 20 لوج الالفا ده. طلع بيساوي كام 16.67 دي بيز
تمام؟ يعني اللاج ده هيدي لي الناقص 16 من 67 دي بيز دي. انا بقى ادور على ايه؟ يعني انا اخترت انا الالفا 16 من 67 دي، دي الفاليو بتاعت الجين اللي كان عند النقطه اللي هي ماينس 125 دي، صح كده؟ ايه اللي هي هنا دي، اللي لما حلينا هنا كده وقلنا ان هي دي اللي عندها الفيز مارجن، اللي لو جيت ابص على الفيز مارجن بتاعها هيحقق لي 55 ديجريز، بصيت على الجيم بتاعها. تمام؟ انا بصيت على الجيم بتاعها، فاضل بس ان الكومبنسيتور يدي ناقص الجين ده عشان ساعتها تبقى فعلا اوميجا جي سي. واضحه كده؟ في اي حد واضحه مش واضحه عنده النقطه دي؟ ما انت هتعمل كده، ما انت دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي كنت عند النقطه دي واخد جين اكيد بالبوست، لان انت لسه ما جبتش الايه؟ الاوميجا جي سي، صح؟ فانت خدت الرقم ده خليت اللاج ده يديك الناقص بتاعه هنا. لا لا لا، ده كده ده اللي هو الفاليو بتاعت 16 من 67 دي، دي الفاليو اللي عند، الفاليو اللي عند مين؟ الفاليو اللي عند المي، اللي هي الزاويه اللي هي 125 دي اللي حليناها، سميناها اوميجا جي سي نيو. تمام؟ تمام؟ انت بقى عايز ايه؟ انت هتدي لي ماينس الكلام دوت، واضحه؟ اللي هو اللاج هيدي لي ماينس الكلام ده، فلما اجمعهم على بعض يصفي، واضحه كده؟ يبقى اذا ايه؟ 20 لوج الالفا دي بيساوي 16 من 67 دي بيز، يبقى الالفا من هنا بكام؟ 6.815. واضحه كده؟ واضحه مش واضحه؟ الجين القديم عند، مش بالظبط عند اوميجا سين، يعني ايه؟ الجين القديم عند الاوميجا سينيو. ماشي مظبوط. انا دلوقتي دخلت هنا في الكيرف ده، تمام؟ اخترت نقطه معينه في الفيز بتاعه، اخترت نقطه معينه عندها، لو خليت دي يعني عندها بذره امل كده ان هي ايه؟ عندها الفيز ماينس 125. فلو جيت بصيت على الفيز مارجن يعني زي ما قعدت على 180 هيبقى كام؟ 55 ايه؟ ديجريز. لو انا بقى عرفت اخلي النقطه دي تبقى هي فعلا اوميجا جي سي، يبقى انا كده خلصت فعلا السيستم بتاعي، صح؟ طلعت شفت الجيم بتاع دي بكام؟ تمام؟ وانا هخلي اللاج يديني ناقص الجين ده، لما يجمعهم على بعض يصفر لي الحاجه. لسه مش واضحه؟ بس يبقى انت عندك هنا ايه؟ ال 20 لوج الالفا دي بكام؟ ب 16.67 دي بيز دي، وانا اللاج نفسه بيديني جين كام؟ ناقص 20 لوج الالفا دي، صح؟ لان هو نزل عنه، فناقص 20 لوج الالفا دي هي اللي اساوي، يبقى ايه؟ يبقى لما يعني اساوي الكلام ده ب 16 من 67 دي، يبقى انا كده جبت الايه؟ الالفا بتاعتي. الفيز قبل الاوميجا جي سي ايه؟ قبليه، بس انا مش مهتم. بالظبط كده. تمام؟ يعني انا ما لمستوش، انا ما عرفتش. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده جبت الالفا من هنا، وانا كنت معايا ايه؟ جبت التاو، وانا كل اللي معايا انا عايز الكومبنسيتور يبقى عايز الالفا وعايز التاو، صح؟ حطيت بعد كده الاكسبريشن بتاعي ان هو ايه؟ ان انا دلوقتي معايا 1 بلس حاجه دبليو على 1 بلس حاجه دبليو برضه، صح؟ هرجع بقى بالدبليو هات دي بس للايه؟ للزد، صح؟ عشان في الاخر اللي عامل له امبلمنتيشن هو الايه؟ الزد. تمام؟ طيب هنا دي هنعملها بس بسرعه جدا كده. عندي هنا ايه؟ اللوب برضه، دي بس مثال على الايه؟ الناحيه الثانيه بقى اللي هي الليد، الليد اسهل من اللاج في ان انت بتعمله. هتلاقي انت عندك هنا ايه؟ اللوب كده عليها زيرو اورد هولد وبرده ليها جين كي، تمام؟ هو بيقول لي عايز السبيكس ايه؟ باشمهندسين يا باشمهندس معلش بس عشان السكشن. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا زيرو اوردر هولد وراه ايه؟ كي على اس في اس بلس 1. ده بقى حاجه ايه؟ تايب ايه بجد؟ تايب 1 عادي، صح؟ لان ده الاس دي مالهاش دعوه بال1 ماينس اي ماينس اس. تمام ماشي. فانا عايز دلوقتي ايه؟ الريكويرمنت عندي عايز الكي في بكام؟ هو عايز الكي في ب 2، وعايز فيز مارجن برضو اكبر من او يساوي كام؟ 50 ديجريز. تمام؟ طيب الكي في هو مين؟ ليميت لما اس تندس تو زيرو للاس في الايه؟ في الاوبن لوب بتاعي، صح كده؟ اللي هو يبقى ايه؟ الكلام ده بيساوي كي، لان الاس ستارت مع الاس والاس تندس تو زيرو، فخلاص يبقى اذا الكي بكام؟ الكي في هو كي عادي. وانا عايز الكي في ده بكام؟ ب 2، يبقى اذا قلت كده ان الكي بكام؟ ب 2. خلاص؟ دي اول حته اللي بنخش بيها ايه؟ ونبودي الكلام بقى ده بناء على الكي اللي انا جبتها دي، صح؟ طيب الاوبن لوب في زد بيساوي كام؟ جبت الايه؟ الزيرو اوردر هولد وعملت الزد والكلام ده كله، طلع لي في الاخر ايه؟ زيرو على 2 بولز، تمام؟ جيت اجيبهم في الدبليو، طلعت منهم بايه؟ فين اكسبريشن دبليو؟ هنا كده، اللي هو الجي اوف دبليو بيساوي كام؟ 1 ماينس دبليو على 10 فهم. طبعا الترم ده ظهر ليه؟ عشان عندي 2 بولز وعندي 0 1، تمام كده؟ فبقى عندي اللي هو الرايت هاف بلين 0 المؤذي ده. عندك سؤال؟ تمام.
وايه وعندي بعد كده في زيرو تاني وعندي ايه اتنين بولز عادي. وطبعا زي ما انت شايف ان ايه ان زد ماينس 1 ده اترجم هنا لايه دبليو عادي صح. انتجريتور هنا في الزد انتجريتور في الايه في الدبليو وده كان برضو قبل كده كان انتجريتور في الاس صح عشان كده الايه التايب والاوردر والحاجات دي كلها ما بتاثرش تمام. المهم دلوقتي انا هبدا بقى ايه اشوف الايه جيت ابص رسمت الفيز رسمت البوت بتاعي كنت بادئ المره دي انا بنايس 20 دي بي بير ديكي صح ليه لان انا كان عندي واحد على اس او هنا في الدبليو يعني عندي ايه صح يبقى انا نازل دبليو على 2 دي خلتني ابدا بايه نايس 20 دي بي بير ديكي. النايس 20 دي بي بير ديكي دي بس المشكله ان انا معايا سلوب بس مش معايا ايه مش عارف احطها فين. يبقى الحل ان انا المفروض احطها يعني اعمل فيه ايه عشان اظبطها. والله هي الخط نفسه بغض النظر عن اي كيرفات ثانيه جنبيه هو كان لوحده عايز يقطع الزيرو دي بي امتى عند اوميجا بكام عند 2 صح. يبقى هو انا عملت اكستنشن هنا كده وقلت ان هو عند 2 دي كان عايز يقطعها تمام. بس للاسف جالي تاني ايه جالي بول تاني عند الواحد فخلاني ما بقتش يعني ايه ما بقتش عارف اعدي في الاثنين ده بالظبط لانه كسرني صح. بس ستيل برضه انا ممكن اقول ايه ان النقطه دي يعني بغض النظر عن اللاين ده دلوقتي النقطه دي كده بكام لو انا عارف ان الراجل ده نازل بنايس 20 دي بي بير ديكي ودي عند الاثنين اعمل ايه خدها هي بس بالراجع صح. واضحه ولا لا ان انا عند الواحد ده هطلع كنت جايب 6 دي بي بير ديكي 6 دي بي قصدي واضحه دي تمام ماشي. فيبقى النقطه دي 6 دي بي وبعد كده بقى انا ايه بقيت نازل بسلوب تاني نايس 40 دي بي بير ديكي اللي هي علشان بقى جالي الايه البول التاني اللي عند واحد ده صح كده. فبقيت نازل بنايس 40 دي بي بير ديكي جيت بقى ايه احل النايس جيت احل عشان اجيب الاوميجا جي سي اولد دي تمام. حليتها بمعلومات ايه ال 6 دي بي دي وان انا نازل هنا بنايس 40 دي بي بير ديكي وفي كام لوج ما بين الاوميجا جي سي الاولد دي والواحد واضحه. حليت طلع لي الاوميجا جي سي اولد بكام 1.413 راديان بير سكند. جيت اجيب الفيز مارجن الاولد قلت ان هو 180 زائد الزاويه عند الاوميجا جي سي اولد تمام. طلع لي ان هو بيساوي كام 180 الاكزاكت اهي اللي انت بتحبها من غير الكيرف تمام 180 ناقص 10 انفرس زائد 10 انفرس ناقص 90 ناقص 90 دي جايه بسبب الايه الاوميجا اللي هي كانت ايه جي اوميجا صح. وبعد كده ناقص 10 انفرس الدبليو اللي هو الايه الاخير ده الكلام ده كله طلع بكام 27.51 ديجريز اصغر من 50 ديجريز صح. بذره امل كده ممكن اعمله ايه ليد صح 27 مش زي اللاج اللي هو التاني اللي كان انستيبل خالص ده صح. فممكن استعمل هنا ايه ليد كومبنسيتور تمام كده. طيب الليد كومبنسيتور فكرته ايه زي ما قلنا فكره اللاج كده فكره الليد في انه يعمل ايه بقى يزود فيز فيعمل ايه يوم جاء بص كده هو الليد هو طبعا ايه الفورمه بتاعته كالعاده 1 بلس تاو دبليو على 1 بلس الفا تاو دبليو بس الليد الالفا فيه اصغر من كام من واحد بحيث يجي لي الزيرو الاول بعد كده يجي البول تمام. هو بقى عمل ايه هو دلوقتي جاب لي الكيرف بتاعه المنظر ده كده بالنسبه للماجنتيود كنت زيرو بعد كده زدت وبعد كده ثبت وبالنسبه للفيز عملت ايه نفس الكلام صح. انا بقى ايه اكتر نقطه مصلحه في الكيرف ده فين عند الماكسيمم اللي هنا ده كده صح. طيب الماكسيمم ده طلع ان هو بايه طلع بيساوي الجيومتريك مين بتاع مين بتاع الاثنين دول واضحه كده. الجيومتريك مين يعني ايه يعني اضرب الاثنين في بعض وخد جذرهم. ايوه يا دكتور هي ثانيه طيب يبقى ايه جبت الجيومتريك مين ده انا قلت ايه ان هو ضربت هما الاثنين في بعض وخدت جذرهم يبقى هي إيه دي النقطه اللي عندها ايه بجيب اكبر فيز صح. بعد كده قلت ايه ان الفاي ماكسيمم ده الفيز اللي انا عايزه ده هو عباره عن ايه الفيز الزياده انا عايز اجيب الفيز مارجن ريكوارد كله كام نايس انا هقسم معايا كام ومعايا سيفتي فاكتور زياده تمام. طلع وخدت السيفتي فاكتور هنا ب 10 ديجريز يفضل تاخده ب 10 سواء هنا او في اللاج يعني. طلع ان انا ايه 33 ديجريز يبقى انا عايز اجيب الراجل ده اللي هو الليد ده يزود لي 33 ديجريز. بس الالفا بقى عباره عن مين 1 ماينس ساين فاي ماكس على 1 بلس ساين فاي ماكس الالفا اللي هي من هنا دي كده خلاص. لا انا خلصت ماشي حب. طيب ففي الاخر بس ايه طلع لي الالفا دي جبتها من هنا كده والاوميجا سي نيو طلعت بكام عند نفس اللحظه اللي هي واحد على جذر الفا تاو دي تمام كده. هو عامه كله في السكشن يعني هناك تكمله شكرا.